بصدفة طريفة يتشارك العديد من العراقيين اليوم الأول من تموز ذكرى لميلادهم، ويمثل هذا اليوم الميلاد الرسمي غير الحقيقي لملايين العراقيين الذين ولدوا قبل عدة عقود واضطروا إلى اختيار هذا التاريخ لجهل آبائهم بموعد ميلادهم الحقيقي، كما وثقته دوائر الأحوال المدنية العراقية آنذاك. ما موجود يعني كانوا تقديرية، يعني يقال أنه احترقت النفوس أو ماكو تسجيل نفوس، فمن رادوا يسوون لهم الهويات سجلوهم بهذا التاريخ، وهذا التاريخ يعتبر يعني عموم العراقيين القدامى، والله يرحم الماتوا ويطول بعمار الباقين ان شاء الله. لا كانت اكو تسجيل ولا ابد، دا اخبوز بالتنور والله سهل حقيقه، يعني عشيش الصحيح. فمن تحكي لنا الله ينطيها طيله العمر والصحه والعافيه. هاي كلامها من اجي اسالها وكذا، يقول الله يما لاكو كانت دوائر ما تسجل عقاري تسجل المدني ولا سجلات ولا، وبعد فتره طويله كلش رحنا سجلناك بدائره التسجيل. يتذكر صاحب اقدم مرطبات في شارع الرشيد ميلاده اليوم، متحدثا عن ان اغلب النساء في خمسينيات واربعينيات القرن الماضي يلدن في منازلهن دون تسجيل او علم للتواريخ الحقيقيه. قبل من ينولد واحد ما كانوا يراجعون ويسوون صورة يعني بيان الولادة، ولدة تأخذت ابنها أو جابت جدة للبيت، جابت والناس على فترتها لا يقرون لا يكتبون، ورا فترة راح راجع النفوس يا بش وقت جبتي بدقة الجسر، يعني طلعت مظاهرات على الجسر وصاروا بيها شهداء وهاي المعروفة، يا بدك أنت جيت بدقة الجسر، يعني على الأحداث مو على الأيام. ولطرافة هذه الظاهرة طالب عدد من الناشطين الحكومة بجعل هذا اليوم من كل عام مناسبة وطنية يحتفل بها العراقيون. استبرق حسن، الحرة، بغداد.